النهارده كان في المؤتمر الصحفي بتاع البرتغالي بيريرا رئيس لجنه الحكام، تحدث عن كل الامور لكنه في الاخر التقييم بالاداء في الملعب مش بالكلام. خلوني اخد كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي الاسبق ومحللنا التحكيمي الحالي. كابتن جهاد مساء الفل. محمد مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينك. اهلا بك يا كابتن. ليك انطباع على المؤتمر بتاع بيريرا وهل يدعو للتفاؤل ولا انت مش متفائل الفتره الجايه؟ والله انا اتمنى بكره ان شاء الله بدايه الموسم الجديد، اتمنى التوفيق الكامل لحكام مصر، اتمنى التوفيق الكامل للجنه الحكام فيتور بيريرا وكل لجنه الحكام. في الاخر ده تحكيم مصري وكلنا مساندين وان شاء الله يبقى موسم موفق. انا كنت بتكلم قبل كده على الاستعداد، ما كانش الاستعداد المرضي اللي ممكن نتفائل بيه، او استعداد كل موسم فيه مشاكل كتير وكلام كتير عن التحكيم في بدايه الموسم ومعسكرات وتصنيف ولائحه وكلام كتير قوي حصل في الفتره اللي فاتت. لكن في الاخر خلاص بكره الموسم الجديد ونتمنى ان شاء الله التوفيق لفيتور بريرا واللجنه الحكام اللي معاه. في الاخر التحكيم هو اداء في الملعب واداء الحكام في الملعب واداء في الموسم، وبالتالي هيبقى تقييم كامل في من اداء بريرا في الموسم. اتمنى طبعا له التوفيق، لان توفيق لبريرا هو توفيق للتحكيم المصري الفتره اللي جايه. هل تابعت المؤتمر الصحفي يا كابتن النهارده؟ اكيد طبعا. هل لك يعني ملاحظات على الكلام اللي اتقال معاه، او في حاجات انت يعني شايف ان هي محتاجه تعديل، ولا انت مع كل الكلام اللي اتقال؟ وهل الكلام اللي اتقال ده يدعو للتطوير ولا امور عاديه ولا ايه؟ بص محمد، انا بس النقطه اللي انا بس بتكلم فيها ان هو يعني مش معاه فيها، اللي بيقول في ناس مجموعه بتهاجمني او بتتكلم بتهاجمني لاغراض شخصيه، او احنا دلوقتي بنتكلم نقد بناء عشان التحكيم المصري. احنا في الاخر مش ضدك، بالعكس ما فيش حد فينا بيسال مكان ولا حد فينا بيسال حاجه. في الاخر احنا عايزين تحكيم مصري يبقى كويس، نتمنى كل تحليلنا الفتره اللي جايه يبقى ايجابي، ما عندناش مشكله. انت مع حضرتك بنحلل لما في حاجه ايجابيه بنقول عليها وبنشيد بيها، لحاجه سلبيه طبعا الصوره اللي بتتكلم مش احنا اللي بنتكلم. وبالتالي طبعا النهارده بيتكلم على الناس، ما فيش حد بيهاجمك، ما فيش حد ضدك، لكن في حاجه سلبيه بنحاول نتكلم في الاعلام، سواء في برنامج عندي او في القنوات التلفزيونيه، ان طول الوقت عايزين نصلح، عايزين الاحسن للتحكيم المصري. احيانا فكرك انت اللي جاي من اوروبا في حاجات كتيره ما تتوافقش مع التحكيم المصري، وبالتالي طول الوقت بنتكلم ان لما بننقد او بنتكلم هو للصالح العام وللصالح التحكيم المصري، مش ضد اشخاص ولا ضد لجنه، احنا في الاخر المصلحه العامه ان التحكيم المصري بحاجه كويسه. طب كابتن جهاد، هل انت راضي عن اعداد الحكام للموسم الجديد؟ والله انا قلت لمتابعتك يعني الموسم الجديد ده اللي يمكن المعسكر اللي اشدت بيه هو معسكر الفيفا، كان كابتن عصام عبد الفتاح وجمال غندور وكابتن احمد الشناوي، ده فعلا الناس اللي انطباع الحكام اللي خرجوا من المعسكر انهم استفادوا فنيا وبدنيا وتثقيفيا، بعكس معسكرات تانية الناس خرجت يعني الحكام برضو رد فعل الحكام. انا كل ده بتكلم، انا مش حاضر طبعا معسكرات، المعسكرات التانية اللي احنا عملناها يعني الاتحاد الكورة، بتكلم على رد فعل الحكام معسكرات ما كانش ايجابي بالنسبة لمعسكرات مش المردود الكبير اللي كانت الناس مستنياه من معسكرات كاعداد لموسم كبير، موسم صعب. بتتكلم على المردود الفني يا كابتن، فني وثقافي وتعليمات وبنتكلم على حاجات كتير قوي، ما خدوش الجرعة المناسبة اللي ترضيهم، اللي تخليهم مستعدين الاستعداد الكامل لموسم صعب. هم قالوا لك الحكام كده يا كابتن في اتصالاتك دي؟ يعني في تواصل مع الحكام، والحكام مش راضي على مستوى الاعداد في الموسم بالنسبه للمعسكرات الثانيه. لكن في الاخر نتمنى طبعا في الاخر قدرات حكام مع لجنه، نتمنى لهم كامل التوفيق. لكن لما يكون الاعداد برضه منقوص ما دي مشكله يعني. هو انا بقول لك الانطباع من حكام عاملين وحكام موجودين في المعسكرات وكلام كتير عن المعسكرات والوعيد في اللجنه في الفتره اللي فاتت. في الاخر نتمنى الكلام يطلع عكس كده في الاداء في الملعب في المباريات، لان في الاخر احنا كمتابعين ومشاهدين وكفرق كله هيتكلم على الاداء التحكيمي، مش هيتكلم بقى عمل ايه في الاعداد، استعد ازاي، لكن في الاخر كله بيستنى النتائج، وفي الاخر هو التحكيم نتائج في الملعب ونتائج على ارض الملعب. كابتن جهاد في الاخر يعني عايز اسالك، انت كنت من المرشحين بقوه للدخول في اللجنه، هل يعني تم التواصل معاك ولا ما حصلش تواصل، ولا انت رفضت، ولا انت وافقت وكان ليك طلبات، ولا يعني ما... لا بص، هو الراجل بمنتهى الامانه تواصل معايا عشان حاجتين اتنين، عشان اخش معسكر المحاضرين ومعسكر المقيمين، فانا رفضت بمنتهى الاحترام، قلت له انا كان ليا معسكر فطور وللاسف ما خدتوش، كان تبع الاتحاد الدولي فانت انا على استعداد ان اروح معسكرات تبع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي من خلال
لجنة الحكومة المصرية اللي انت بترقصها، ولكن معسكر محلي. انا راجل كنت دولي ولعبت كاس عالم ولعبت 5 كاس امم وشرحت له القصة، فانا مستعد للخروج لمعسكرات خارجية، اتحاد افريقي واتحاد دولي، وبعدها ان شاء الله اقدر اساعدك مجاني في اي وقت في خدمة التحكيم المصري. لكن كلام عن اللجنة خالص يا كابتن استاذ محمد، ما اتكلمناش على اللجنة باي حال من الاحوال. ما تعرضش وهو قال لي، خالص. هو قال لي ممكن نيجي نقعد بعد كده ونتكلم، قلت له ما عنديش مشكله في اي وقت تحت امرك، لكن ما حصلش اي كلام عن اللجنه باي حال من الاحوال. كابتن جهاد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.